السلام عليكم طلبة الأعزاء، أتمنى تكونون بصحة وسلامة. اليوم إن شاء الله راح نكمل نشرح الـ Small Signal Analysis وناخذ بعض الأمثلة عن الـ DC Analysis والـ AC Analysis للترانزستور. إحنا المحاضرة الماضية تكلمنا عن الـ Small Signal Analysis، تكلمنا على الـ Common Base وعلى جزء من الـ Common Emitter، فإن شاء الله اليوم راح نكمل. لكن قبل ما نكمل راح نرجع مراجعة سريعة على الشيء اللي أخذناه ونشرحها مرة أخرى، وإن شاء الله تكون هذه المرة واضحة. القوانين المهمة أشرنا عليها المحاضرة الماضية وقلنا لكم تحفظوها لازم، فأني راح أركز على الرسم، كيف نرسم الدائرة المكافئة للترانزستور في حالة الـ AC Analysis، كيف نرسم الدائرة المكافئة للترانزستور في حالة الـ AC Analysis. فعندنا احنا أول شيء Common Base Configuration. أنا قلت لكم المحاضرة الماضية الشيء المهم اللي عندي هو اللي باللون الأصفر، هذا اللي باللون الأصفر هذا هو الترانزستور، هذه هي الثلاث أطراف له. فأني لازم أحفظ إنه هذه الثلاث أطراف بالكومن بيس تتحول إلى إيش؟ مقاومة ومصدر تيار قيمته ألفا آي إي. فأني حتى أرسم هذه الدائرة بالشكل أي أحولها للشكل بي، اول شيء اشوف هو كومن بيس لو كومن اميتر لو كومن كولكتر. في حاله الكومن بيس لازم احفظها، هذه تحفظ انه ار اي معاها مصدر تيار قيمته الفا اي اي. نيجي الخطوه الثانيه، كيف نربط المقاومات اللي هي الار اي والار سي وفي حاله وجود عندنا مقاومات اخرى. فاول شيء احنا حتى نرسم الايكويفالنت او الاي سي ايكويفالنت سيركت، نيجي نرسم دائره الترانزستور اللي هي عباره عن مقاومه قيمتها ار اي ومصدر تيار قيمته الفا اي اي وهذه ار اي. فهذا ترانزستور، هذه ثلاث اطراف للترانزستور، الطرف الاول هو البيس اللي مربوط على الجراوند، والطرف الاخر هو الاميتر، والطرف الاخر هو الكوليكتر. طيب نيجي على المقاومات اللي مربوطه على دائره الترانزستور، عندنا الار اي، واحنا ملاحظة هم ذكرناها المحاضرة السابقة، قلنا مصادر الفولتية الدي سي نعوض عنها بشورت سيركت في حالة تحليل الاي سي اناليسيس، والكاباسيتورز ايضا نعوض عنها بشورت سيركت، فكأنهم موجودين بالدائرة، عوض عنهم بشورت سيركت، كأنهم موجودين بالدائرة. فالار اي الطرف الاول وين مربوط؟ مربوط على الاميتر. الطرف الثاني وين مربوط؟ مربوط على البيس. فبكل بساطة اجي اربطها واكتب عليها ار اي، الطرف الاول على الاميتر والطرف الثاني على البيس. نفس الشيء الار سي وين مربوط؟ الطرف الاول مربوط على الكوليكتر والطرف الثاني مربوط على البيس، فهذه هي الار سي. اذا هذه هي ايش؟ الدائره المكافئه في حاله الكومن بيس. وجدنا الار انبوت، وجدنا الار اوتبوت، وجدنا الكرنت جين والفولتج جين في حاله الكومن بيس، ما راح ارجع عليها، اتمنى ترجعون عليها المحاضره الماضيه، واشرنا لكم ايضا على القوانين المهمه اللي تحفظ. فهذه هي طريقه رسم الكومن بيس. اذا جاك سؤال طلب من عندك ارسم لي الدائره المكافئه للكومن بيس اللي هي ايش؟ الايكويفالنت سيركت يسموها، فنرسمها بهاي الطريقه، نرسمها بهذه الطريقة. على سبيل المثال اكو مقاومة اخرى ايضا مربوطة هنا، فهذه المقاومة اللي مربوطة هنا خلينا نسميها R راح تكون على التوازي مع RE، وهكذا. اكو مقاومة مربوطة بين الاميتر والكوليكتر، هذه ايضا مقاومة راح اسميها R2، اجي اربط مقاومة بين الاميتر والكوليكتر، هذه R2، وهكذا. ما راح يجيكم اكثر من هذا الشيء إذا جاكم رسم الدائرة المكافئة، إذا جتكم رسم الدائرة المكافئة. إذا بهالطريقة نقدر نرسم الدائرة المكافئة للكومن بيس. أعيد أرجو أن ترجعون على المحاضرة الماضية وتحفظون القوانين اللي قلنا لكم عليها مهمة. زين، وهذه القوانين موجودة بهذه الصفحة. تقدر توجد المقاومات الـ R input S والـ R input من الرسم أو من القوانين بكيفك، أنت حر. وقلنا نعوض عن مصادر الدي سي بشورت سيركت والكاباسيتر بشورت سيركت في حالة تحليل الاي سي اناليسيس. هذا كل ما يتعلق بالكومن بيس.
تكلمنا عن الكومن ايميتر وقلنا في حالة الفيكست بايز ايضا رسمنا دائرة الاكويفالنت سيركت للكومن ايميتر. رسمنا ايش الاكويفالنت سيركت للكومن ايميتر، ايضا راح اعيدها بشكل بسيط بشكل سريع حتى نعرف نرسمها بشكل صحيح. فاحنا عندنا هذا الترانزستور اللي هو باللون الازرق، هاي ثلاث اطراف، نعوض عنها ايش بمقاومة، ايضا مقاومة مع مصدر تيار مع مقاومة اخرى. طبعا هاي المقاومة قد تهمل في بعض الاحيان مثل ما هنا موضحة عندكم، مثل ما موضحة بهالشكل هذا، هذه تحفظ، هذه رسمة الترانزستور تحفظ، هذه اسمها بيتا ار اي وهذا بيتا اي بي وهذه ار نوت. فهذه بيتا، طبعا البيتا لازم نعرف شنو هي، ار اي، وهذا مصدر تيار اللي هو قيمته مثل ما موضح تحفظوه بيتا اي بي، طبعا نكتب بالسمول، وهذه الار نوت قلنا قيمتها كلش كبيره، قيمتها كلش كبيره. هذا الاميتر وهنا عندنا البيس وهنا عندنا الكوليكتر. نيجي على المقاومات، كيف نرسم الار بي والار سي؟ عندي مقاومتين هنا ار سي وهنا ار بي، كيف ارسمهم على الدائره المكافئه؟ بكل بساطه احنا قلنا مصدر الفولتيه اللي هو دي سي اربطه شورت سيركت او اصفره، فلما يصفر معناته راح يربط على الارض، اجي ارسمها بالشكل هذا واربطه على الارض. كاباستر سويها شورت سيركت كأنه ما موجودة، وهذه كاباستر أيضا شورت سيركت، بس ربطنا مصدر ال VCC وين على الشورت سيركت. نيجي على RB، RB طرف مربوط على ال VCC اللي هو وين مربوط، هذا كله يعتبر واير واحد، وهذه بالشبكات تعرفوها واير عبارة عن نقطة واحدة. إذا ال VCC مربوط على الجراوند، طرف ال RB الأول وين مربوط؟ مربوط على الجراوند، أجي على الجراوند، من الجراوند هذا الجراوند، هذا الطرف الأول لل RB. الطرف الثاني للار بي وين مربوط؟ مربوط على البيس، هذا الطرف الثاني. اذا اجي ارسم الار بي هنا، هذه مقاومة الار بي بكل بساطة. نجي على الار سي نفس الشيء، الطرف الاول مرسوم على الفي سي سي والفي سي سي على الجراوند، اذا هذا هو الطرف الاول، هذا هو الطرف الاول. الطرف الثاني وين مرسوم؟ هذا الطرف يسميناه كولكتر، اذا بين الكولكتر والجراوند وهذه الار سي. التسمية المحاضرة الماضية أيضا قلت لكم الفيكست بايز ما مهم التسمية، المهم كيف تعرف ترسم، المهم كيف تعرف ترسم. أيضا وجدنا الار انبوت والار اوتبوت، وجدنا كسب التيار كسب الفولتية لهذه الرسمة، وأشرنا لكم على القوانين المهمة أتمنى تقروها حتى من نحل الأسئلة تكون واضحة عندكم الأمور. فهذا بكل بساطة كيف نرسم الدائرة، كيف نرسم الـ AC Equivalent Circuit، يسموها AC Equivalent Circuit مثل ما هنا كنسمها AC Equivalent Circuit. فأنت احتمال بالامتحان يجيب لك ترانزستور ويقول لك ارسم لي الـ AC Equivalent Circuit، فلازم تعرف ترسم الـ AC Equivalent Circuit بهذه الطريقة. حسبنا القوانين أيضا المهمة أشرنا عليها، فبس ارجعوا عليها مراجعة سريعة، احفظوها للقوانين، وطناكم بعض التقريبات قلنا لكم استخدموها، على سبيل المثال هذا التقريب هنا، هذا التقريب هنا متى نستخدمه، فرق الطور أيضا شرحنا عليه. فهالأمور كلها تفيدكم في حل الأسئلة، تفيدكم في حل الأسئلة. وصلنا إلى الفولتج ديفايدر بايز، الفولتج ديفايدر بايز أيضا هي دائرة كومن إيميتر تربط بشكل معين ويسموها فولتج ديفايدر بايز. التسمية ليست مهمة عندي، المهم عندي كيف نرسم الـ AC Equivalent Circuit. الفولتج ديفايدر بايز هي هاي السيركت، هي هذه السيركت. راح ارسم هذه الدائره واشرح عليها فد شيء قليل. عندنا احنا ترانزستور ومقاومه الاميتر، ما عندنا مقاومه على الاميتر لكن اكو كاباستر. طيب هنا اكو مقاومه وهذه مقاومه سميناها ار1 وهذه المقاومه سميناها ار2، وعندنا ايضا كاباسيترز، كاباسيتر 1 كاباسيتر 2 او سميناها سي اي، هذه هنا كاباسيتر
نفس هي الدائرة عاد ارسمها سميناها سي اي لان مربوطة على الاميتر، وايضا كاباستر على الاخراج. طبعا ما تهمني يعني المتسعات، قلنا راح نعوض عنها اوبن سيركت في حالة الدي سي والشورت سيركت في حالة الاي سي اناليسيس، وهذا هو الفي سي سي، وهذه سميناها ار سي طبعا، وهذه سميناها ار 1 عفوا، وهذه سميناها ار 2، وهذه ار ايميتر. طبعا هذا الايميتر السهم خارج، وعندنا هنا موجة الادخال كاباسيتر سميناها سي 1. طيب هذه الدائرة راح ارسمها بالطريقة الاولى. الطريقة الاولى في حالة الدي سي اناليسيس، هذه الدائرة مهمة دائما تجي، يعني دائما معظم دوائر الترانزستور راح يشوفوها بهذا الرسمة. راح ارسم الدي سي اناليسيس. في حالة الدي سي اناليسيس ايش نعوض عن المتسعات؟ قلنا نعوض عن المتسعات باوبن سيركت. فاولا راح اكتب دي سي اناليسيس، اعوض عن المتسعات باوبن سيركت يعني كانه ما موجودين المتسعات، راح امسحهم. اوبن سيركت يعني كانهم موجودين بالدائره، راح نمسح المتسعات. بس ارجع ارسم هذا الطرف. وقلنا بالدي سي اناليسيس نقدر الفي سي سي للسهوله ارسمه بهالطريقه، موجب سالب وانزله على الجراوند. طبعا هذا هو الجراوند، يعني مربوط على الاميتر، الجراوند مربوط على الاميتر. ولاحظ طلع في حاله الدي سي اناليسيس ار 1، وهي اكتبوها ملاحظة يمكم، R2 in series. في حالة DC analysis R1 and R2 in ايش؟ in series، يعني مربوطين على التوالي. ليش؟ لأن التيار اللي يمر بالبيس كل قليل جدا، هذا التيار قليل جدا يمكن إهماله، فنعتبر أنه التيار اللي يمر بR1 هو نفس التيار اللي يمر بR2، فيصير عندنا ايش؟ يصير عندنا R1 و R2 على التوالي في حالة DC analysis. في حالة DC analysis أعيد، R1 و R2 يكونون مربوطين على التوالي. حتى نوجد فولتية إيه هذه، هاي سميناها V base ما، لأن مربوطة على البيس، مقاومتين على التوالي مع مصدر فولتية. كيف أوجد الفولتية مال R2؟ طبعا R2 هي نفسها V base، يعني نجي نربط أفوميتر بين هالطرف وبين الجراوند، هي نفسها فولتية المقاومة R2، فالفي بيس هو نفسه فولتية المقاومة R2. حتى نوجد الفي بيس نطبق قانون تقسيم الفولتية، ولهذا سميت بالفولتج ديفايدر بيس، فولتج ديفايدر سوري بايس وليس بيس، فولتج ديفايدر بايس. ليش فولتج ديفايدر؟ لأن نطبق قانون تقسيم الفولتية حتى نوجد الفي بي. فبكل بساطة الفي بي تساوي لنا الفولتية الكلية في سي سي في المقاومة نفسها اللي يمينه هي R2 على R1 زائدا R2، ووجدنا الفي بيس. فهذا في تحليل الدي سي اناليسيس R1 و R2 يكونون على ايش؟ مربوطين على التوالي. طيب خلينا نجي على ايش؟ على اي سي اناليسيس نشوف R1 و R2 كيف يكونون مربوطين في حالة الاي سي اناليسيس. نرسم الدائرة مرة أخرى، راح أرجع عليها نفس الدائرة، أمسح هذه إذا في حالة DC analysis R1 و R2 مربوطين على التوالي. في حالة AC analysis راح أرسم الدائرة مرة أخرى ونعوض عن مصدر DC بإيش؟ بشورت سيركت، ومصدر AC نخليه ناخذ تأثيره بالدائرة، وهذه سميناها R1 وهذه سميناها R2، سوري هذه R1 وهذه R2، هذا التيار خارج، هذه R emitter، هذه R C. في حالة الدي سي ايش نعوض عن المتسعات؟ بشورت سيركت، في سي 1 صارت شورت سيركت. طبعا هذه V input، V input هي إشارة الـ AC، هي إشارة صوت أو إشارة فيديو أو أي إشارة كهربائية. ال V output أيضا مربوطة على الكاباسيتر C2، C2 صارت ايش؟ شورت سيركت، فهذه V out. طبعا راح أكتب 2 AC analysis. اوكي زين، هذا الكاباسيتر ايضا سميناه شورت سيركت، اذا لغت لي هاي المقاومه كانما المقاومه ار ايميتر ما موجوده بالدائره.
كانما ايش؟ ما موجوده بالدائره، اذا ما اخذها بنظر الاعتبار لان صار الشورت سيركت، واي شيء مربوط على التوازي مع الشورت سيركت يهمل. فسح خلينا نرسم الاي سي اناليسيس، خلينا نرسم الدائره المكافئه للاي سي اناليسيس. قلنا لكم الترانزستور بحد ذاته هو عباره عن مقاومه سميناها ار اي، ترانزستور عباره عن مقاومه ومصدر تيار سميناها بيتا ار اي، ومصدر تيار اللي يكون اتجاهه نحو الاعلى سميناه بيتا اي بي. طيب خلينا نربط لسات المقاومات. ايش عندي؟ عندي ار سي وعندي ار 1 وعندي ار 2. كيف راح اربطهم؟ طبعا الار سي هنا عندي في سي سي، صح؟ الفي سي سي ايش سوينا؟ سوينا ايضا شورت وربطناه على الجراوند. فالار سي بنفس الطريقه طرف بين طبعا هذا الاميتر، خلينا نكتبه، وهذا البيس وهذا الكوليكتر. الار سي طرف مربوط بين الكوليكتر وطرف مربوط بين الجراوند، فهذه الار سي. هنا ما رسمت الار نوت اللي هي الار سمول زيرو، هذه قلنا دائما تهمل او عاده تهمل، لا تاخذها بنظر الاعتبار. المقاومه اللي هي ار نوت، وهذا هي الفي اوت. اذا رسمنا الار سي بالطريقه اللي رسمناها قبل شويه، نجي على ار 1. ار 1 طرف وين مربوط؟ بالفي سي سي اللي وين صار بالجراوند، والطرف الاخر وين مربوط؟ بالبيس. اذا الار 1 طرف بين البيس وبين الاميتر، ليش؟ لان الاميتر على الجراوند، هذه ار 1. والار 2 ايضا طرف عند البيس وطرف وين؟ بالجراوند. اذا هذه ار 2. طيب السؤال هنا ار 1 وار 2 الان كيف مربوطين؟ هذه في انبوت وهذه سميناها ار انبوت. R1 و R2 كيف مربوطين في حالة الـ AC Analysis؟ صاروا ايش؟ Parallel. فانتبهوا على الملاحظة المهمة، قبل شوية بالـ DC كانوا توالي، في الـ AC Analysis صاروا ايش؟ صاروا توازي Parallel. فهذه الملاحظة المهمة اللي ردت انبهكم عليها. اتمنى طريقة رسم الـ AC Equivalent Circuit تكون واضحة سهلة ما بها اي شيء. الان حتى نوجد الـ R-Out، الـ R-Out ايش راح تساوي لنا في حالة الـ AC؟ نفس الـ RC. حتى نوجد الـ R input ايش تساوي؟ تساوي لنا R1 على التوازي مع R2 على التوازي مع بيتا RE، وهكذا. يعني بكل بساطة نحل الدائرة. على سبيل المثال، أو خليها راح نجي عليها إن شاء الله في أحد الأمثلة. فأتمنى واضحة كيفية رسم الدائرة. بس ترسم الدائرة ما يحتاج تحفظ قوانين بعد، لأن الـ R input قانونها موجود هسه نجي عليه، لكن هي عبارة عن R2 R1 وبيتا RE على التوازي. والار اي قلنا تساوي لنا 26 ملي على اي اي، والار اوت بوت هي منه هي ار سي، فما يحتاج تحفظ قوانين. لكن اللي يحب قوانين موجوده بالتفصيل، موجوده هنا، موجوده هذه القوانين هنا حتى نحسب الار انبوت. الار انبوت تساوي لنا طبعا هذه الدائره، عفوا هذه غير دائره، خلينا نجي الار انبوت والار اوت بوت هي نفس القوانين اللي قبل شوية استخدمناها في حالة الدائرة على اللي يرجع على القوانين. هذه الـ R input وهذه الـ R input، وقلنا شنو الفرق بين الـ R input والـ R input S، والـ R output أيضا وجدنا قيمتها، والكسب أيضا هذا اللي يحب يحفظ خلي يحفظ هذا القانون. فأتمنى تكون واضح عملية رسم الدائرة، أتمنى تكون عملية رسم الدائرة واضحة عندكم. هنا عندنا الـ R input نفس الشيء، الـ R equivalent هي R1 على التوازي مع R2 على التوازي مع بيتا RE. طبعا بيتا RE لازم يخليها هنا أو ما يخليها يكتبها هنا، فهي نفس الشيء. فهذا كل ما يتعلق بالفولتج ديفايدر بايس، والR output قلنا هي نفسها الRC، R output هي نفس الRC. أيضا رسمة أخرى سماها أن بايباس كونفيجريشن، إذا كانت بهالشكل هذا بالحالة هذا، يعني يهمني كيفية رسم الدائرة. فأتمنى رسم الدائرة يكون عندكم واضح الآن، تكون عملية رسم الدائرة تكون كلش واضحة. فالدائرة المكافئة في حالة الـ AC Analysis راح نجي بس هنا، خلينا نرسمها مرة أخرى حتى أنبهكم على ملاحظة أخرى، ما لا بأس إنه نعيد. خلينا نرسم هذه الدائرة. طلاب بس انتبهوا، يعني اعتبروا الكباسيتر هذه ما موجودة، هاي الكباسيتر ما موجودة حتى نرسم الدائرة المكافئة. طيب الترانزستور عبارة عن مقاومة،
قيمته بيتا ار اي، ومصدر تيار في حالة الكومن إيميتر قيمته بيتا اي بي. هذا ترانزستور قلنا هذه تحفظ وهذه الإيميتر. المقاومة ار بي مربوطة بين الفي سي سي، طبعا الفي سي سي وين ربطناه؟ ربطناه على الجراوند صح، لان احنا نتعامل مع الاي سي، فالطرف بين الجراوند والطرف الاخر بين البيس، هذا البيس وهذا الإيميتر وهذا الكوليكتور. فهذا رسمنا الار بي قبل شوية، ايضا رسمناه زين. الار سي طرف بين الفي سي سي والطرف الاخر وين مربوط؟ مربوط مع الكوليكتور، فهذه الار سي، هذه ايضا الار سي. وين راح نخلي ار اوتبوت سمول، هنا ار انبوت سمول. بس هنا ملاحظة طلاب، اكو هنا مقاومة قيمتها ار اي، قبل شوية لغت المقاومة لان كاباسيتر قلنا موجودة وصار الشورت سيركت فلغت. الان المقاومة ار اي وين مربوطة؟ خلينا نمسح على هذه، نجي على ار اي، هذا هو الطرف ايميتر صح، هذا كله طرف ايميتر نقطة واحدة، هذه كلها نقطة واحدة هي على عبارة عن ايميتر. الار اي وين مربوطة؟ الطرف بالايميتر وطرف بالجراوند، هذا الايميتر وهذا الجراوند. إذن هذه هي الار اي. اوكي، فبس ربطناها بين الاميتر والجراوند، فصارت عندي هذه ايش الاي سي ايكويفالنت بايزنج. ما تهمني التسميه، ما تهمني التسميه، اللي يهمني كيف نتعلم الرسمه، ايضا كيف نوجد الار انبوت وكيف نوجد الار اوتبوت. هسه نجي عليها. الفي انبوت هيوجد لي هنا الفولتيه الكليه بهذا القانون، هيستخدم قانون كيرشوف للفولتيات. الفي انبوت هو التيار اللي هيمر في هذه المقاومه زائد التيار اللي هيمر بهذه المقاومه. طبعا هذه المقاومه وهذه المقاومه مربوطين توالي، هذه المقاومه وهذه المقاومه مربوطين توالي. ليش؟ نرسمها مره اخرى. هذه المقاومات مربوطين توالي لان عندي قطع بالدائره، لان عندنا قطع بالدائره. هذه المقاومة، هذه بيتا ار اي، وهذه المقاومة اسمها ار اي. فهذه المقاومة هي على التوالي مع هذه المقاومة، بس حتى تعرفون هذه المعلومة. هذول المقاومتين على التوالي واثنيناتهم على التوازي مع الار بي. الاشتقاق مرة اخرى هي ليه ما مطلوب من عندكم، ما مطالب بالاشتقاق، انا يهمني كيف تحفظون القانون النهائي. الار انبوت كن اشتقيناها وجدناها تساوي لنا بيتا ار اي، وقلنا اشنو الفرق بين الار انبوت والار انبوت اس؟ هذه الار انبوت هي فور ترانزستور، يعني ترانزستور بروحه، هذا ترانزستور بروحه اوكي، ما في هاي المقاومه، هذه فليد فور ذا سيركت للدائره الكليه. اوكي، ففقط هذا الفرق بيناتهم. فالار انبوت هذه تحفظ وهذا القانون ايضا يحفظ. الار اوتبوت من الرسمه، الار اوتبوت هي تساوي للار سي، ما يحتاج احفظ اي شيء. فوجدنا الار انبوت والار اوتبوت. الكسب هذا القانون فقط احفظه، ما عليكم بالاشتقاق حاليا، ناقص ار سي على ار اي، ناقص ار سي على ار اي. فهذا كل ما يتعلق بالكومن إيميتر، هذا كل ما يتعلق بالكومن إيميتر. ظل عندنا آخر جزئية بسيطة هي الكومن كوليكتر. أيضا كيفية رسم الدائرة نفس الطريقة، ما راح يفرق عندي أي شيء. هنا كنت قلنا كومن كوليكتر أو يسموه إيميتر فلاور كونفيجريشن. كومن كوليكتر يرمز له بالرمز سي سي، كومن كوليكتر يرمز له بالرمز سي سي. بس هنا كنت وهمنا السهم، مفروض يعني السهم يكون بهالاتجاه، هذا هذا السهم معي، هذا الاميتر وهذا الكوليكتر وهذا البيس. فهي فقط صححوا فهمكم. اذا كان عندنا كومن كوليكتر نفس الطريقة نرسم الدائرة، نفس الطريقة نيجي بس نعوض عن ترانزستور ببيتا ار اي على التوازي مع مصدر تيار قيمته بيتا اي بي. عندي ار اميتر المفروض نسميها ار كوليكتر هنا وليس اميتر، فراح اربطها بين الكوليكتر وبين الجراوند.
وحسب عن نحسب هنا قانون الكسب الفولتية. طبعا بالكومن كولكتر ملاحظة ذكرناها سابقا، ماكو كسب فولتية، ماكو كسب فولتية، ولهذا قيمتها واحد، أعلى قيمة واحد. لكن لدينا كسب تيار، لدينا كسب تيار في حالة الكومن كولكتر. كن حسبنا أيضا الآر لود اللي هي الآر أوتبوت، سميناها آر لود. فيس ريليشن شيب، قلنا شنو الفيس ريليشن شيب؟ هي فرق الطور بين الانبوت والاوتبوت. اذا كان فرق الطور بين الانبوت والاوتبوت 180 درجه، راح يصير عندنا اقلاب بالاشاره، يعني دخل موجب يخرج سالب، دخل موجب يخرج سالب. فاتمنى الرسمه تكون واضحه. صار عندنا هنا فقط ار بي، هذه ايضا ما راح ارسمها واضحه كلش. ار بي طرف بين البيش، طرف بين الكولكتر، طرف بين البيش، طرف بين الكولكتر. القوانين المهمة، هذه يسموه ميلر انبوت امبيدنس، هذه لا تجون يمها، ما مطالبين بها حاليا، ما راح نجي يمها. الار انبوت مطالبين بها، بس احفظ القانون من الرسمة تقدر تحفظ القانون. الار اوتبوت، لان الار بين ربطت على الجهة الاخرى، مثل ما هنا الار بين ربط بين الكومن والبيس، فصارت على الاوتبوت، صارت على الاوتبوت. ففقط احفظوا لي هذه الدائرة، الكومن كولكتر والكومن بيس ليسوا مهمين بقدر الكومن اميتر، ولهذا شوية عاد امشي على السريع. فانتم المطالبين بي فقط كيف ترسم الدائرة المكافئة، المطالبين بالكومن كولكتر والكومن بيس هي كيفية رسم الدائرة المكافئة. راح نجي نحل امثلة، وهذه الامثلة تكون عامة، سواء كان جاني كومن كولكتر او كومن بيس او كومن اميتر، كيف نرسم الدائرة وكيف نوجد المطالب اللي يطلبوا من عندنا. لكن احنا خلينا نركز اكثر شيء على الكومن اميتر، ركز على الكومن اميتر. المهم مره اخرى اعيد، المهم في الكومن بيس والكومن كولكتر هو كيفيه رسم الدائره، كيفيه رسم الاي سي ايكوفالنت سيركت. اتمنى هذه تكون واضحه، اتمنى القوانين احفظوها. كسب في حاله الكومن كولكتر، عندنا كسب في حاله الكومن كولكتر، كسب فولتيه وليس تيار. قد يجيكم مقارنه بين الكومن كولكتر والكومن اميتر والكومن بيس، مقارنة من ناحية الانبوت امبيدنس، الاوتبوت امبيدنس، الكارنت جين، الفولتج جين، يعني ما اعتقد راح يجيكم اكثر من هذا الشيء. رسم الدوائر ايضا، متى راح تسميه كومن اميتر عندما نربط الاميتر على الجراوند، متى نسميه كومن كولكتر عندما نربط الكولكتر على الجراوند، وهكذا. فالى هنا تنتهي لكتشر 2، راح نحل امثلة على الموضوع، ونحاول لما نلخص هذه الأمثلة، أمثلة محلولة عندكم، لكن نحاول أنه نكتب القوانين وقوانين كيرشوف للفولتية، وكيف وجدنا هذه القوانين، وكيف نوجد القيم التيارات والفولتيات، والكسب لكل نوع من أنواع الترانزستور. أيضا حملنا ملف سميناه BJT، بس ملاحظة BJT معناته Bipolar Junction Transistor، ما أعرف إذا نبهناكم عليه، يسموه Bipolar Junction Transistor. ما أعرف إذا نبهناكم على الملاحظات، أتمنى تكون نبهناكم، وإذا ما نبهناكم هالساعته نبهكم على التسمية. من يذكر لي BJT؟ هذا النوع، هذا النوع يسموه BJT Bipolar Junction Transistor، لأن أكو نوع آخر وأكو أنواع أخرى من الترانزستورات، فإحنا هسه تعاملنا مع Bipolar Junction Transistor. راح نجي ناخذ أمثلة ونشوف هاي نتعامل كيف نتعامل مع هاي الأمثلة. أتمنى إذا عندكم ورقة وقلم وتسجلون الملاحظات المهمة. نجي على السؤال الأول، طبعا السؤال الكوز أيضا موجود هنا، ما أعرف إذا شفتوه ولا، بس مجرد غيرت الأرقام، فأتمنى تكون جاوبت السؤال، ولو أنا شفت بعض الإجابات غلط، يبدو إنه ما شفتم هاي الأسئلة بعد. فنجي على إيش؟ على Bipolar Junction Transistor Voltage Divider باي سيركت، فولتج ديفايدر باي سيركت. هذا الربط شنو؟ هل هو كومن بيس ولا كومن اميتر ولا كومن كولكتر؟ هذا كومن كولكتر. ليش؟ لان هذا الاميتر صاير فوق والكولكتر صاير جوا، اذا اول شيء نعرف كومن كولكتر، وما تهمني، ما راح ياثر اي شيء على الحل. هسه نشوف كيف راح نحل السؤال. اشنو المطلوب من عندنا؟ يقول مطلوب من عندنا فايند كيو بوينت. كيو بوينت رسمناها او المحاضرة السابقة حليناها او وجدناها باستخدام الدي سي لود لاين. اليوم لا، راح نحلل تحليل اناليسيس، هو الدي سي اناليسيس، ومن خلاله نوجد الكيو بوينت.
المقصود بالكيو بوينت انه نوجد قيم التيارات ال في بي وال في اي وال اي اي وال في سي وال في سي اي ال في اي سي العفو او سميناها ال في سي في حاله الكومن ايميتر. فهذا المطلوب من الكيو بوينت. لما يقول لك الكيو بوينت معناته نوجد التيارات ال اي اي وال اي سي وال في سي اي او في اي سي، تسميتين انعكست لين صار عندي كومن كولكتر. اول خطوه هذا سميناه قبل شويه فولتج ديفايدر بايس. فولتج ديفايدر بايس كيف اوجد هاي الفولتيه اللي هنا في بي؟ هذه هي الفي بي بين هالنقطه وهالنقطه، كيف اوجدها؟ قانون تقسيم الفولتيه، استخدم قانون تقسيم الفولتيه. فالخطوه الاولى نوجد استخدمنا قانون تقسيم الفولتيه حتى نوجد الفي بي. هاي الفولتيه الكليه هي الفي اي اي 10 فولت في المقاومة نفسها، من المقاومة نفسها اللي هي 22 كيلو على مجموع المقاومتين. إذا طلعنا الـ VB ايش قد؟ 6.88. ذكرنا لكم ملاحظة، قلنا الـ VBE في حالة السيليكون تساوي لنا 0.7، وإذا ما ذكر لي سيليكون أو جرمانيوم ناخذها السيليكون. فبكل بساطة الـ V ايش راح تساوي لنا؟ الـ V تساوي لنا VB زائد VBE وتساوي لنا 7.58. طيب وين الـ VE؟ هذا هو من هنا إلى حد هنا، هذه هي الـ VE من الإيميتر إلى الجراوند. اعتبر أنت عندك فولت ميتر، كيف تقيس الفولتية؟ تخلي طرف على الإيميتر وطرف الآخر على الجراوند. فهذه هي الـ VE، هذه هي الـ VE. طيب أريد أوجد التيار اللي عيمر هنا هو الـ IE، كيف أوجد هذا التيار؟ هنا خلينا نرسم الدائرة مرة أخرى. أنا عندنا هذه الإيميتر داخل، طبعا داخل NPN لو PNP، راح أرسم جهة واحدة فقط، ومقاومة أيضا هنا. قلنا حتى نسهل الحل خلينا نجيب مصدر الفولتية ونرسمه بهالطريقة هاي. وأيضا وضحت لكم المحاضرة الماضية ان الدائرة هذه مفصولة عن الدائرة بالجانب الاخر، مفصولة عن هاي الدائرة، نقدر نتعامل معها مع كل دائرة على حدة. فانا عندي هسه الـ VE اللي هي بين هالطرف وبين الجراوند، هاي سميناها VE. اشنو المطلوب من عندي؟ المطلوب من عندي التيار اللي حيمر هنا بالإيميتر، وهذا الفولتية VE. بكل بساطة طبق قانون كرشوف للفولتيات، الفولتية الكلية هي VEE تساوي لنا فولتية هذه المقاومة زائد فولتية الـ VE فقط. ليش؟ لأن الـ VE هي فولتية بين الإيميتر والكولكتر زائد فولتية المقاومة RC. هذه الفولتية من هالمكان إلى هالمكان هي فولتية هذه اللي سميناها VEC وفولتية المقاومة، فأني فقط آخذ الـ VE، فتساوي لنا الـ VE زائد IE ار اي. ار اي معطات، في اي وجدناها، في اي معطات، من المجهول فقط اي. وبكل بساطه وجدنا الاي اي بهذا القانون، فقط عمليه تحويلات من اليمين لليسار طلع قيمه الاي اي. ملاحظه سابقه ذكرت لكم اياها، قلت لكم في بعض الاحيان ياخذ الاي اي يساوي اي سي، ماكو اي مشكله، تقريب صح، هذا التقريب ما في اي مشكله. ظل عندي منه مجهول الـ VC. طيب وين الـ VC؟ هاي فولتية الـ VC بين هالطرف وبين هالطرف. كيف أوجد الـ VC؟ عندي فولت، عندي التيار اللي هو نفسه IC هي أنا، وعندي مقاومة، بكل بساطة نوجد الـ VC. ظل عندي آخر شيء منه مجهول، هاي الفولتية اللي سميناها إيش؟ VEC. أنا عندي فولتية الـ VE، عندي وعندنا فولتية الـ VC، فالـ VEC ايش تساوي لنا؟ تساوي لنا VE ناقصا VC، VE ناقصا VC، ويطلع عندكم هاي النواتج. تأكدوا من هاي النواتج، احتمال احنا متوهمين بها، تأكدوا منها. فلما يجيكم DC Analysis إذا جتكم هذه الدائرة دائما خلوا ببالكم قانون تقسيم الفولتية، وأيضا لازم نستخدم قانون كرشوف للفولتيات وقانون كرشوف للتيارات، العفو للفولتيات فقط.
نستخدم قانون كيرشوف للفولتيات لهذا الجزء على حدة. بكل بساطة الفولتية بين هالطرف إلى الأرضي هذه خلوها ببالكم هي فولتية الفي أميتر فقط، واللي تساوي للفولتية اللي هنا والفولتية اللي هنا. فهذا كل ما يتعلق بالسؤال الأول، كل ما يتعلق بالسؤال الأول. ما همني نوع الربط، ما همني هل هو كومن أميتر ولا كومن بيس، ولا عفوا كومن كولكتر ولا كومن أميتر، ما همني نوع الربط. حلينا بالطريقة الاعتيادية، تعامل معها كدائرة كهربائية وحلها بغض النظر عن الربط. فقط الربط رايح مني انه هنا الفي بي اي، هذه فقط مهمة انه الفي بي اي يكون بهالمكان هذا، ففقط تنتبهون على هالملاحظة. طيب نجي على السؤال الثاني، فيكست بايست. هذا سؤال الهوم وورك، حليت لكم هو في حالة الدي سي لود لاين، ما يحتاج نحله. ايضا قلنا نسوي جزئين، موجب وسالب، محلول عندكم. وطيتكم هو يمكن كويز او هوم كويز اعتقد صح، فهي طريقة الحل موجودة. فاللي شاف هذه الاسئلة، وهي موجودة الاسئلة تقريبا صار لها اكثر من شهر يمكن من حملناها على الموديل، حملت لكم اياها على جوجل كلاس. فاللي شاف هذا السؤال مجرد بس ينقله مع تغيير القيم، لازم يكون فاهمها حتى يغير القيم ويحل الكويز وياخذ درجة كاملة. لكن مع ذلك شفت بعض الطلبة ما حلوا السؤال، فما راح احل السؤال لان السؤال سهل كلش. نيجي على السؤال الثالث. طيب السؤال الثالث يريد من عندنا ايضا سمى ليها كولكتر فيدباك بايس سيركت، ما تهمني انا قلت لك التسميه، اعيد مره اخرى للطلاب التسميه ما تهمني. ايش يريد من عندي؟ يريد من عندي اي وبي، اي بي كيو اي سي كيو، ويريد من عندي الفي بي والفي سي والفي اي والى اخره. نجي نحل السؤال بالطريقه الاعتياديه، ايضا اجي ارسم الدائره، عندنا ترانزستور مقاومه، الاميتر مربوط على الجراوند، مقاومه ومربوطه هنا، هذه الفي سي سي اللي هي 20 فولت، وهذه الار بي، وهذه الار سي، وهذا الاميتر. طيب هذا مفتاح الحل، دائما هاي موجب سالب، ارسمه بهالطريقه حتى اسهل عمليه الحل. هاي الفولتيه ايش اسمها؟ هاي اسمها في بي اي. طيب ذكر لي هو السيليكون لو جرمانيوم؟ لا ما ذكر، اذا في بي اي سيليكون تساوي لنا 0.7. ناخذ لوب بكل بساطه، هذا اللوب ناخذه بالشكل، في سي سي يساوي لنا فولتيه اللي هنا ايش سميناها؟ سميناها ار بي مضروبة في التيار اللي عيمور اللي هو اسمه اي بي. ليش؟ لأنها مربوطة على البيس، زائد فولتية منه، زائد فولتية الفي بي. ظل عندي غير فولتية هنا؟ لا، ما ظل عندي اي شيء بعد، ما ظل عندنا ايش؟ اي شيء بعد. اوكي لا عفوا، اكو هنا مينا زائدا اي سي في ار سي، زائدا ايش؟ اي سي في ار سي. احنا اخذنا لوب، راح اعيد اللوب مرة اخرى، راح ارسم الدائرة شوية اوضح، وناخذ اللوب مرة اخرى بس انتبهوا على هذه المقاومة، واكو هنا ايضا مقاومة، وهذا ترانزستور، هذا الموجب سالب مربوط على الجراوند. انا اخذت لوب، طبعا اللوب لما ناخذه اخذ جميع المقاومات بالطريق، هذه صارت على طريقي اخذتها اي سي ار سي، هذه ار بي اي بي، وهنا اكو فولتيه ما انساها ما موجوده، شوف ما كان رسم لي اياها، لازم انا اعرف هذه الفولتيه في بي اي. فالفولتيه الكليه تساوي لي ار بي اي بي زائد في بي زائد اي سي ار سي. قبل شويه ذكرنا ملاحظه، قلنا الاي سي نقدر نفرض انه ايش يساوي لي؟ يساوي لي اي اي. الـ RC نفرضه ايش يساوي؟ يساوي IE. طيب الـ IE ايش تساوي؟ تساوي لـ IB زائدا IC. طيب الـ IC ايش يساوي؟ يساوي IB زائدا الـ IC ايش يساوي؟ يساوي بيتا IB، ولكن كتبناها قبل، ويساوي لـ IB مضروب في واحد زائدا بيتا. ولهذا تيجي هنا
هذه واحد زائد بيتا جت من هنا. تقريب آخر، مباشرة أعوض عن آي سي ببيتا آر بي، يعني هذا الحال صح. حال آخر راح أقول في سي سي يساوي لي آر بي آي بي زائدا في بي إي زائدا مكان آي سي إيش أكتب؟ أكتب بيتا آي بي في آر سي. صار عندي مجهول واحد هو آي بي، بكل بساطة أوجد هذا المجهول. يعني هنا عندي مجهولين، عندي آي سي وعندي آي بي، فهنا راح يصير آي بي يساوينا بعد ما نحول الطرف الآخر يساوينا في سي سي ناقصا في بي إي على هنا عندنا آي بي عامل مشترك، يصير عندنا بيتا آر سي زائدا آر بي، بيتا آر سي زائدا آر بي. عملية رياضيات لا أكثر. فبكل بساطة تقدر توجد الآي بي بهالقانون أو تقدر توجد الآي بي بهالقانون. هالقانون كيف جاء؟ عوضنا عن آي سي بآي إي، وقلنا إنه الآي إي تساوي لنا بيتا آي سي، وبعدين عوضنا عن آي سي ببيتا آي بي، فراح يصير عندي آي إي يساوي لي آي بي في واحد زائد بيتا. طلع لي هالقانون. تقريب الآخر، مباشرة تعوض عن آي سي ببيتا آي بي ببيتا آي بي، فصار عندي مجهول واحد في معادلة واحدة. أنا أفضل تستخدمون هذا القانون. هنا شوية كن عقدها أكثر فاستخدم هذا القانون. فالآي بي يساوي لي في سي سي معطات، في بي معطات، آر بي معطات، بيتا معطات، آر سي معطات. فقط طلع القيمة، فقط طلع القيمة. أتمنى تكون واضحة طريقة إيجاد الآي بي. زين، أشنو بعد المطلوب من عندنا؟ الآي سي. طيب إحنا وجدنا الآي بي، قبل شوية كتبنا العلاقة بين الآي سي والآي بي، أشنو العلاقة بيناتهم؟ هي بيتا. بكل بساطة تكتب آي سي يساوي لنا بيتا آي بي، وهنا خلصنا من إيه. نجي على بي، أشنو المطلوب من عندنا بمي؟ مطلوب نوجد الفي بي، المطلوب نوجد الفولتية الفي بي. وين الفولتية الفي بي؟ هذه. وريد من عند الفي سي، وين الفي سي؟ هذه. وريد عندنا الفي اي، وين الفي اي؟ هي هذه. مباشرة الفي ايش تساوي؟ شورت سيركت تساوي صفر مباشرة. يعني هذا السؤال او هذا المطلوب بدون ما افكر اكتب في تساوي صفر، لان شورت سيركت، لان ايش؟ شورت سيركت. فاسعة الفي اي والفي بي سي والفي سي اي والفي سي اي، هاي يريد من عندي نوجد هاي المجاهيل كلها. فالملاحظة المهمة اللي قلت لكم عليها انه ما طول الاميتر مربوط على الجراوند وما عندي مقاومة، اذا نعوض عنه بكل بساطة في تساوي لي صفر، في ايش تساوي لي؟ تساوي لي صفر. نجي هذه رسمة الدائرة مرة اخرى، نجي على رسمة الدائرة مرة اخرى. ايضا نستخدم قانون كيرشوف للفولتيات، نستخدم قانون كيرشوف للفولتيات، او قبل قانون كيرشوف خلينا نجد الفي بي. الفي بي هي الفولتية، الفي بي هي الفولتية بين هالطرف وبين منه وبين الجراوند. طبعا الجراوند لما ارسمه معناته اكو خط بيناتهم، فهذه هي الفي بي. طبق قانون كيرشوف، عندي هنا فولتية ايش اسمها؟ اسمها في بي اي. إذا مباشرة ال في بي زائدا في بي اي تساوي صفر، يؤدي إلى في بي يساوي ماينس في بي. طبعا أخذوها نفسها موجب، ما يحتاج الماينس، على اعتبار إنه إحنا ال في بي دائما تكون موجب، لأن أنا عندي الفولتية موجب، ففقط أخذها قيمتها موجب وراح تساوي لنا 0.7 فولت. أوكي؟ توازي 0.7 فولت. سوري أنا كتبت القانون غلط، هي ماينس ماينس، ففي بي راح تساوي لنا في بي، اعتبار ماينس في بي زائدا في بي يساوي صفر، حول الطرف الآخر في بي يساوي لنا 0.7، فوجدنا الفي بي. أشنو بعد المجهول الآخر؟ مجهول آخر في سي، وين الفي سي؟ هي هنا. أجي أرسم الدائرة مرة أخرى، نرسم الدائرة مرة أخرى، خلي أمسح هذه.
اريد عندي في سي، فاني اجي ارسم ترانزستور، هذه مقاومة. طبعا اشنو الغرض من رسم الدائرة؟ حتى ارسمه بالطريقة السهلة حتى نعرف شلون ناخذ لوب، وهذا الجراوند. الفي سي هي هذه الفولتية بين الجراوند وبين الكوليكتر، هذه هي الفي سي. فاخذ لوب بكل بساطة، هذه 20، هذه ار سي، سوري فقط ار سي قبل ما نكتب ار سي اي سي، وهذه ار سي. ناخذ لوب، اذا مباشرة نكتب في سي سي يساوي لنا في سي زائدا اي سي ار سي. عندي غير فولتيات، عندي فقط فولتية فولتيتين. مجهول، قبل شوية وجدنا ار سي معطات، في سي سي 20 فولت. فبكل بساطة يمكن الحل هنا، هذا القانون هو اللي عم نطبقه مال في سي. بعد ما وجدنا الفي سي، وين نحل من الرسمة الفي سي ايش تساوي؟ هي نفسها فولتية بين هالطرف وهالطرف، الفي سي اي. فالفي سي تساوي لنا في سي اي، تساوي لنا في سي اي. شغلات رياضيات ما يحتاج يعني نحل، هذا بالحاسبة طلعون الناتج. اتمنى تستخدمون الحاسبة وتطلعون الناتج. فبكل بساطة الفي سي يساوي لنا الفي سي، الفي سي يساوي لنا الفي سي. بس وجدنا الفي بي، وجدنا الفي سي، وجدنا الفي سي اي، الفي اي وجدناها صفر، ظل عندنا منه، ظل عندنا مجهول واحد، الفي بي سي. الفي بي سي هو فولتية البيس ناقص فولتية الكوليكتر. وجدنا البيس، وجدنا الكوليكتر، اخذ الفرق بيناتهم واوجده باستخدام هذا القانون. بعد شوفون حل الأسئلة ما يعتمد على التسمية ولا يعتمد على نوع الربط، فأتمنى الأمور تكون واضحة عندكم. مفتاح الحل عيد هو في حال باستخدام قانون كرشوف للفولتيات، باستخدام قانون كرشوف للفولتيات. كومن بيس كونفيجريشن، سؤال رابع على كومن بيس، ايش يريد من عندنا؟ طبعا سؤال كلش سهل، ما يراد له اي شيء، عبارة عن قانون كرشوف للفولتيات بكل بساطة نطبقه. يريد من عندنا الار انبوت اللي قلنا نحفظها، الار اي العفو، الار اي انس، والار اوتبوت، كسب الفولتية وكسب التيار. كنا اعطاني قيمة الفا، كنا اعطاني قيمة الار ال 1 ميجا اوم، والفي بي اي كان ذكرها، ذكرها او ما ذكرها نعرف قيمتها. ار لود 1 ميجا، طيب وين الار لود؟ الار لود لما يقول لي ار لود هي هنا، هاي لود الحمل اللي مربوط على الاوتبوت، الحمل اللي مربوط على الاوتبوت. طيب خلينا نجي على مطلب مطلب. اول شيء الار اي، ار اي سمول، كيف توجدون الار اي سمول؟ شنو قانون الار اي سمول؟ قلنا لكم يحفظ هذا 26 ملي على اي اي. فاحنا دائما اول خطوه نكتب القانون للشيء المطلوب، نكتب القانون للشيء المطلوب. حتى نحل السؤال نجي على الدائرة اللي عندنا، راح ارسم الدائرة مرة أخرى ونحلها على ورقة بيضاء، والحل موجود هو فوق، لكن فقط حتى نوضح بعض الأمور. عندنا مقاومة ومصدر فولتية سالب موجب، وهذا البيس مربوط على الجراوند، وهذا الاميتر. كيف عرفت اميتر؟ لان السهم خارج منه او داخل له موجب سالب، وهذا هو السهم داخل. طيب لمن داخل يكون ام بي ان؟ لو بي ان بي، هذه 1 كيلو، هذه 2 فولت، هذه 8 فولت، وهذه 5 كيلو. طيب وهذا البيس. اول مطلب من عندنا يريد عندي الاي، يريد من عندي الاي، قانون كرشوف للفولتيات يستخدمه هنا. هذه الفولتية سميناها، لا ننسى هذه الفولتية الفي بي اي، دائما خلوها ببالكم في بي اي. وهذه الفولتية 2 فولت، فاقول ناقص 2 زائدا التيار اللي عيمور هنا هو الاميتر، اذا اي اي زائدا اي اي في قيمة المقاومة 1 كيلو زائدا في بي اي يساوي لنا صفر. معلوم ناقص 2 1 كيلو، مجهول 1 هو الاي اي. فبكل بساطة
IE تساوي لنا 2 ناقص 0.7 على 1 كيلو ويساوي 1.3 ملي أمبير. هذا المطلب الأول، لكن عفوا هذا ليس المطلب الأول، هو يريد من عندي RE. RE قلنا ايش تساوي؟ تساوي لنا الفولتية اللي هي 2.26 ملي على IE، وتساوي 2.26 ملي على IE، طلعوها بالحاسبة تطلع 20 أوم. احتمال ناتج غلط، فقط تأكدوا منه. احتمال الناتج غلط، أتمنى تتأكدوا منه. وجدنا الـ RE. أشنو بعد مطلوب بالسؤال؟ مطلوب بالسؤال الرابع الـ R input. أما ترسم الـ AC equivalent circuit أو مباشرة تحافظ القانون، الـ R input إيش تساوي لنا؟ RE على التوازي مع RE small، RE capital على التوازي مع RE small. هذه القوانين قلنا لكم تحفظوها المحاضرة السابقة، فتكتب القانون. الـ R output، R output هي تساوي لنا RC، لكن لأن ربطنا مقاومة معها على التوازي RL فيصيرون بارلل، RC على التوازي مع RL. والكسب أيضا طيناكم القانون في حالة الكومن بيس، الكسب إنه هو ألفا RC على RE، وقربناها يمكن أن نقربها نقول تقريبا يساوي RC على RE. كلاهما صح، كلاهما صح، هذا القانون صح وهذا القانون صح. بكل بساطة توجد هذه المجاهيل، بكل بساطة توجد هذه المجاهيل، لكن يجب أن تكون ملم بالقوانين اللي انطيناكم إياها المحاضرة السابقة، تكونون ملمين بالقوانين اللي انطيناكم إياها المحاضرة السابقة. زين، هذا كل ما يتعلق بالسؤال الرابع، كل ما يتعلق بالسؤال الرابع. السؤال الخامس حلينا مثله سابقا المحاضرة الماضية، لكن ما كان عندنا إيجاد الـ RE أو إيجاد كسب الفولتية وكسب التيار. فراح نحل هذا السؤال، نحل هذا السؤال، وعبارة عن سؤال سهل أيضا. مفتاح الحل أنه نرسم الترانزستور ونغير ربط مصادر الفولتية للدي سي. يعني كيف نغيرهم حتى ناخذ لوب؟ دائما مفتاح الحل خذوها قاعدة للتبسيط، أنه ترسم الترانزستور، ارسم الترانزستور مرة أخرى، يعني الخطوة الأولى بدون حتى ما نقرأ السؤال، راح ارسم الترانزستور، وعندنا هنا مقاومة سالب. مين يقول لي سالب 5 معناتها سالب موجب؟ هاي انتبهوا عليها. سالب 5 ايش معناتها؟ معناتها السالب نحو الأعلى والموجب نحو الأسفل. جراوند، وهذا مربوط على جراوند. هنا شنو؟ هنا موجب، إذا موجب سالب، هاي 8 فولت. أيضا نقدر نكملها الدائرة أو ما نقدر نكملها حسب المطلوب بالسؤال. وهذه 3.6 كيلو، وهنا 3.9 كيلو. طبعا في حالة الدي سي أناليسيس الكاباسترز ما نجمعهم. أش يريد من عندي بالبداية؟ يريد من عندنا for the network of the circuit below determine AP. هسه نجي على AP، هذا كان ظاهر عندنا جديد. note that بيتا كان طاني 75، والار لود، وين الار لود؟ ما عندي ار لود. ار لود هي تربط على الاوتبوت، ار لود هي هاي المقاومه ار لود، ايه ار لود تساوي لي انفينيتي. ايش معناته انفينيتي؟ معناته اوبن سيركت، فحتى لا ترسمها اصلا. من يقول لك انفينيتي بالشبكات اوبن سيركت، وكان طاني الفي بي 0.7. زين، اول خطوه احنا نوجد التيار الاميتر. ليش؟ لان احنا الكسب ايش يساوي لنا؟ يساوي لنا ار سي على ار اي. كسب دائما هو يعني من عندي اي بي، اي بي هو الكسب. فاحنا الكسب في حاله الكومن اميتر اي بي ايش يساوي لنا؟ ار سي على ار اي. قد يكون بعض الطلاب يقول لك وهنا الفا تقريب، العفو هنا، فاما تكتب الفا وما تكتب الفا كيفك انت حر. انا ما راح اكتب الفا، بالنسبه لي صح موجوده بالملزمه الفا، لكن للسهولة وهذا الحل صح، فدائما استخدم الحل الأسهل RC على RE. RC 3.6 منه مجهول RE، أكتب قانون الـ RE. RE يساوي لنا 2.26 ملي على IE،
زين الاي اي ما معطى بالسؤال، وين الاي اي؟ الاي هو هذا التيار. نقدر ناخذ لوب، لوب هنا هذه الفولتية 5، هذا جراوند، هذا جراوند معناته هذا لوب مغلق صح، اثنيناتهم على جراوند، اذا اجر خط حتى بس نوضح العملية، اجر خط اصير عندي لوب مغلق وناخذ لوب. بكل بساطة ايش ناخذ لوب؟ ناقص 5 زائدا، ما انسى ال VBE ما موجودة بالرسمة لكن انا اعرف اكو هنا فولتية اسمها VBE زائدا IE RE، منو مجهول فقط عندي ال IE، فبكل بساطة IE يساوي لنا 5 ناقص VBE على RE. كن انطاني الناتج هنا، ايضا تأكدوا من الناتج 1.1 ملي امبير، فراح يساوي لنا 1.1 ملي امبير. اذا ال RE تساوي لنا 226 ملي على 1.1 ملي امبير، وتساوي 23.5 اوم. 23.5 اوم. فوجدنا ال RE، كسب بكل بساطة اي في ايش يساوي لنا الكسب؟ يساوي لنا هذا القانون يحفظ، هذا القانون يحفظ RC على RE، RC على RE. تاخذون الفا بكيفكم، اللي يحب ياخذ الفا الحال صح، ماكو اي مشكلة، RC على RE طلعوا الناتج، موجود الناتج فوق، موجود الناتج فوق. طيب كسب التيار، كسب التيار شو يساوي لنا؟ هذا قانون كسب التيار اللي هو الفا، تذكرون قلنا الفا شنو هي؟ كومن اميتر، او عفوا البيتا، البيتا هي كومن اميتر جين، البيتا هي كومن اميتر جين. فكسب التيار في حاله الكومن اميتر هو بيتا، في حاله الكومن اميتر هو بيتا اللي كان اعطاني اياه 75 كومن اميتر جين. الاي بي هو كسب الفولتية مع كسب التيار، هذا المقصود بالاي بي، هذا القانون لا تجوني، مو هذا القانون غلط. ففي حالة الكومن اميتر، في حالة الكومن اميتر، في حالة الكومن اميتر بيتا هي كسب التيار تساوي لنا كارنت جين، كن اعطاني كارنت جين 75. الاي بي يعني هو يقصد لي الاي في في كسب الفولتية في كسب التيار فقط. ظهر عندنا مصطلح جديد اسمه اي بي، هو عبارة عن عملية ضرب كسب الفولتية في كسب التيار، كسب الفولتية يعني وكسب التيار معطى. هذه اهملوها، هذه غلط، اهملوها لا تجوني هم. فشوفوا مفتاح الحل دائما اسوي لوب واحل، دائما في الترانزستور مفتاح الحل هو اللوبس، ما ظل عندنا اي شيء في هذا ال... عذرا بس شغله، سوري، احنا عندنا كومن بيس وليس كومن اميتر، سوري اعتذر. فهذا القانون صح، الكومن بيس الفا يساوي لنا كرنت جين في حاله الكومن بيس، اعتذر عن الخطا اللي صار قبل شويه، هذا عندنا كومن بيس وليس كومن اميتر. ففي حاله الكومن بيس، في حاله الكومن بيس الفا هو كسب التيار للكومن بيس، وبيتا هو كسب كسب التيار للكومن اميتر، ففقط فرق بيناتهم، يعني انا توهمت فاعتذر عن هذا الشيء. الفا هو كسب التيار للكومن بيس، وبيتا هو كسب التيار للكومن اميتر، فاحنا عندنا كومن بيس، اذا الفا هي كسب التيار. فالاي بي هذا ايضا صح، هذا ايضا صح، عبارة عن ضرب كسب الفولتية في كسب التيار. كومن اميتر كونفيجريشن يعني ما راح نلحق هسه ناخذها، ان شاء الله المحاضرة القادمة راح نكمل حل الاسئلة هذه. فاتمنى الاسئلة اللي حليناها تكون واضحة
واتمنى تعرفون طريقة الحل كيف تكون وكيف ترسمون الاي سي كوفلنت سيركت. دائما خلوها ببالكم طريقة الحل هي بياخذ لوب كقانون كرشوف للفولتيات، سواء في جهة اليمين للترانزستور او جهة اليسار للترانزستور، والباقي عبارة عن تعويضات للقوانين لا اكثر ولا اقل.